بعد قصف حفل زفاف، كيف تضلل فرنسا العالم في مالي؟ بينما أعلن الجيش الفرنسي أنه قتل إرهابيين في مالي دون وقوع أضرار جانبية، أوضح تقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة أن جميع القتلى تقريبا من المدنيين، حسب ما يرصد تقرير أعدته روث ماكلين مديرة مكتب غرب أفريقيا في صحيفة نيويورك تايمز ومقره السنغال. كانوا مجتمعين لحضور حفل زفاف في قرية وسط مالي. أقيم الحفل في اليوم السابق، لكن حوالي 100 رجل وشاب في سن المراهقة ظلوا يحتفلون حتى ظهر اليوم التالي. أدوا الصلاة في جماعة ثم تفرقوا للجلوس تحت بعض الأشجار في مجموعات متناثرة. لم تنقض سوى ساعة واحدة حتى فاضت أرواح 22 من المشاركين في حفل الزفاف إثر قصف من الطائرات الحربية الفرنسية. وذكر تقرير نشرته الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن 19 من الضحايا من المدنيين. أثارت الضربة الجوية التي وقعت يوم الثالث من جونفي الغضب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، ومنحت زخما للدعوات المطالبة بمغادرة فرنسا التي لديها أكثر من 5000 جندي في المنطقة. تهور الجيش الفرنسي. بعد فترة وجيزة من الغارة الجوية التي استهدفت قرية بونتي، بدأت التقارير تشير إلى قصف حفل زفاف. نفت فرنسا على الفور أي إشارة تفيد بأن طائراتها هاجمت حفل الزفاف أو أن هناك أضرار جانبية، بيد أن تقريرا صدر يوم الثلاثاء ذكر أن تحقيقا أجرته بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي أكد أن ما قصفته الطائرات الفرنسية كان بالفعل حفل زفاف. كان المسؤولين الفرنسيين رفضوا الاتهام مرة أخرى ووصفوا الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير بأنها لا أساس لها من الصحة. خلصت بعثة الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن 5 أعضاء مسلحين من جماعة إسلامية مسلحة كانوا من بين الضيوف الحاضرين في حفل الزفاف. يفترض أنهم أعضاء في كتيبة سيرما الجهادية، وهي جماعة يعتقد أن لديها ارتباطا فضفاضا بتنظيم القاعدة. قال المحققون أن 2 من المسلحين غادروا قبل الضربة، فيما قتل 3، لكن التقرير أكد أن بقية القتلى من المدنيين، مما يشير إلى أن الفرنسيين تصرفوا بتهور على حد وصف التقرير. وأضاف: حتى لو اجتمع عدد من الرجال البالغين في منطقة تنشط فيها جماعات مسلحة أو لم يكن هناك نساء وأطفال وسط هذا الحشد، على الرغم من أن هذا الواقع مفيد لسياق الهجوم، فإنه ليس كافيا لتحديد من هو عضو في جماعة مسلحة أو استنتاج عدم وجود أي مدنيين. تضليل رسمي فوق جثث القتلى. لم ينفي الجيش الفرنسي وقوع الهجوم، وزعم بعد فترة وجيزة أنه حيد حوالي 30 إرهابيا مسلحا مستخدما الاختصار الفرنسي جات، أي جماعة إرهابية مسلحة. وفي يوم الثلاثاء بعد نشر تقرير الأمم المتحدة، شن الجيش الفرنسي هجوما من نوع آخر، وهو هجوم على التقرير ومنهاجيته، بما في ذلك استخدامه لمصادر مجهولة الاسم. قالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان: المصادر الملموسة الوحيدة التي استند إليها هذا التقرير مستمدة من شهادات محلية. وأكدت الوزارة أن التقرير لم يقدم أي دليل يتعارض مع الحقائق التي وصفتها القوات المسلحة الفرنسية. بلغ تقرير نيويورك تايمز أن هذا التوضيح الفرنسي لم يخفف من حدة الغضب، ووصف عثمان ديالو الباحث في منظمة العفو الدولية المختص في شؤون غرب إفريقيا الفرنكوفونية رد فعل فرنسا بأنه صادم، وكتب على تويتر: نتحدث عن التضليل بينما يقيم الناس الحداد على موتاهم. وقالت كورين دوفكا مديرة قسم غرب إفريقيا في هيومان رايت ووتش: هذا أكثر من كاف لتحفيز الحكومة الفرنسية على إعادة النظر في تأكيدها الأصلي وفتح تحقيق. وردا على سؤال حول الانتقادات الفرنسية الموجهة للتقرير، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونو غوتيريش للصحفيين: إننا ندعم ما ورد في التقرير والجهد الذي بذله زملاؤنا في مالي. شكوك حول مشروعية الأهداف العسكرية في مالي. وقال السيد دوجاريك أن النتائج التي توصل إليها التقرير تثير مخاوف كبيرة للغاية بشأن الخطوات التي تتخذها الدول للتحقق من أهدافها العسكرية المشروعة. يذكر التقرير أن حرب فرنسا على الإسلاميين في منطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة تمتد إلى الجنوب من الصحراء،
مستمرة منذ سنوات بلا نهاية تلوح في الأفق. وفي الأسبوع الماضي اتهمت القوات الفرنسية بقتل المزيد من المدنيين، هذه المرة في شمال مالي. وبينما قالت فرنسا إنهم إرهابيون، قال عمدة محلي إنهم كانوا مراهقين يصطادون الطيور. وطالبت تقرير فرنسا ومالي بإجراء تحقيقاتهما الخاصة لاستجلاء ما حدث في حفل الزفاف ودفع تعويضات للضحايا.